الأسنان هو عملية الضغط على الأسنان أو احتكاكها بقوة، وقد يكون هذا الفعل إرادي للتعبير عن الغضب أو الغيظ أو الفشل والندم، وقد يكون لا إراديا كالذي يحدث عند البعض في أثناء النوم بسبب الإجهاد الشديد والضغط العصبي. وفي كل الحالات إن أصبح الصغير عادة فهو يسبب الكثير من المشاكل في أسناني وفي صدغي. وفي الوحي الشريف يقول المولى سبحانه أن الإنسان الذي سينتهي به المصير إلى عذاب الآخرة سيعاني من صرير الأسنان، إذ يقول عن موضع عذاب العصاة: هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وذلك للتعبير عن فشلهم وخيبة أملهم. فيا ليتنا نتخذ من حياتنا فرصة حتى نعرف طريق الله الحي الحق، فننجو من هذا المصير الذي لا يحتمل. برضه شوفها على الفيسبوك، صفحتك تطلع كل برامجنا، تعرف مواضيع الحلقات وتشاركنا برأيك. زور صفحتنا واعمل لايك. facebook.com/radio-7